تؤدي المنصات الإعلامية الإلكترونية دورا رياديا في نقل أحداث الساعة وتزويد الجمهور بأدق تفاصيل المعلومات، لا سيما في ظل العصر الرقمي الذي يتميز بظهور المنصات الرقمية. وعلى هذا الأساس أطلق رسميا المقرر النائب للسلطة العليا للإعلام السمع والبصر هما أنشطة منصة بوابة النهضة التشادية. بوابة النهضة التشادية هي وسيلة أراد القائمون على أمرها بأن تكون بابا لنشر الأخبار وتوثيق الأحداث الوطنية والدولية وجعلها في متناول الجميع. في تقديمهما للمنصة مدير النشر جلنبي عبد الكريم فوكسيا والمروج سيد فرح أوضح بأن إنشاء هذه المنصة جاء ليلبي تطلعات الإعلام التشادي المتمثلة في إعادة بناء الأمة التشادية من خلال مقالات مهنية ومستقلة يمكنها المساهمة في الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، كما أن إنشاء هذه البوابة الموثقة والمعتمدة في منصة اليوتيوب والفيسبوك تضم أكثر من 200,000 متابع، وأن هذا الإنجاز يؤكد مدى الالتزام بالتميز والابتكار في المجال الإعلامي. أنغرماجي جان بيير المقرر النائب للسلطة العليا للإعلام السمع والبصر هما أكد أمام الحضور أن السلطة العليا للإعلام بجانب إعطائها التصريح لمنصة بوابة النهضة فإنه سيقع على عاتقها مسؤولية لعب دورها كوسيلة إخبارية ذات طابع عام توفر المعلومات والأخبار للجمهور وفقا للمهنية والأخلاقيات الصحفية. منصة بوابة النهضة وسيلة إعلامية يقوم عليها فريق عمل متكامل من الفنيين والصحفيين الأكفاء وتتخذ من العاصمة جميلة مقرا لها، كما يمكن الوصول إليها بمجرد البحث في منصة الفيسبوك واليوتيوب عبر كتابة بوابة النهضة لتحصل على كل الأحداث الجديدة. شوف المرحلة الجورناليست دول يجوا في تشاد كم جورناليست ماتوا كم تعبوا، واليوم جينا في مرحلة الجورناليست هم يبقوا يأسس الديمقراطية في البلد. زمان الجورناليست هو قاعد في تحت الدكتاتورية، مع اليوم الجورناليست هو بيجي أول نادم يقدم الديمقراطية قدام. وبعدين نشكر كثير فونداسيون بالمية ونشكر بس كي بيجوا هم يا اليوم مرقوا دمروا يفتحوا شبابهم في الحرية. الحرية ده ما في حرية في البلد كما في حرية حق الصحافيين، حرية حق البريس والجنرال والكوميونيكاسيون. اليوم بيجا ده حاجة عظيمة وتقدم البلد قدام. وبعدين نشكر بروموتير هنا بورتاي دي لا رينيسانس بيجا اليوم بيجا بورتاي هنا تشاد. زمان نحن هو قربانا لبلدنا يوم القاعدين برا من البلد وناس القاعدين برا من البلد، وده الناس عندهم فكرة جنس أنا كاد أنا في خمام أنا كوبينكاسيو ده كود من برواحي في أفريقيا. قريبتا قبل قريبتا 5-6 سنوات مشينا في الحج في مكة وانقاتينا مع البلد البوابة ده بس ترمتر أنينا في قنالغو أخبار هنا بلدنا وكيدكم يعني ميديا تغير، واليوم نشوف بوابة بس بيجي أنا لين يعني بأوتوريزاسيون أنا يعني شغل ده بيجي لحاله مرة واحد، وأنا عندي كونفيانس بوابة يوم الشغالي هناك ده كل خدمة هنا ده خدمة بروما بروفيسيونيل فني. دونك أنا أن تانك ريسبونسابل هنا ميديا أول زول بس أنكون بيسي مام بارتناريا ولا ياتو كونفنسيون لا يكون انا عشان نعرف الناس ده عندهم اودينس كتي وخدمتهم كوي يعني كان نشوفهم مام هم ده يعني نزال الميديا حقنا ذات الناس يشوفوا ويسمونه كتي لكن شوري شورا الفرحه وانا نعرفهم بني تعبين من زمان وانا كلها اكبر نادي في الاعلام نعرفهم كويس يجيب الانفورماسيون والبريس الأدابة دول كل البريس الذي كراتيو هذه تلكت بشكل مهم وخمس بجبلت الإدارة هي أنا نقول وشكرا كثيرا للذين يسمى في الابتكار الرسمي ونقول لهم خلي يشدوا البريس جد ما هي وباسي بدور شوفات بدور نادم إمكانيات بدور نادم تعلم الخدمة بدور نادم تريدة الخدمة ده قبل تتمش بتاعه كان تكسر ما بمشي والأخبار كان تنتي سورس سير عشان بعدين الناس بيشوف. أنا سعيد جدا في هذا اللقاء الذي اليوم انتهى بوابة النهضة رسمية بحضور الوزير وكان فيها فعلا أبهرون الشباب الذين اختاروا لهذا المجال
الدين لا يقطع. أما ضابة النهضة عموما لها تاريخ كثير وشقاء يعني من البوابات ومن الجهات الرسمية اللي هي بعد تلكها نحن نستفيد منها خصوصا نحن في الخارج. كل العالم في الخارج يستقطب أخباره من ضوابة النهضة. فإذا هي في هذه الكفاءات والناس اللي شفناها وبهذا المستوى هتكون أوسخ وأكثر مما كان السابق. جميل جدا صراحة، لدي شعور تام بأن أحضر هذه الفعالية فعالية الاستفتاحية لبوابة النهضة. فجد سعيد بأن أحضر هذه الفعالية اللي فريدة من نوعها صراحة. حضر في هذه الفعاليات وزير الإعلام وكذلك مدير حامة. فصراحة يعني أتمنى أتمنى للفريق في هذا الصرح الشامخ مزيد من التقدم، وكذلك لا أنسى الإخوة في